هذا المكان يعرف في طرابلس باسم الخمسة شوارع في منطقة عنزارة، وهو أحد أبرز خطوط التماس بين جهاز الردع واللواء 444 قتال. هذا المكان شهد في الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى قبل أن تتدخل قوة فض النزاع وتتمركز في هذه المواقع وينسحب الطرفين إلى معسكراتهم. إذن نجحت قوة فض النزاع في إقناع طرفي القتال بسحب قواتهما من خطوط التماس وخفض التوتر لتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في شوارع العاصمة الليبية طرابلس. تدخلنا في فض النزاع والآن قاعدين في مناطق الالتماس بيناتهم، جزيرة الفرناج، سيمافر الطبي، جزيرة عود الحياة والخمسة شوارع، والآن الحمد لله الوضع هادي والأمور تمام والمسائل كلها الله يبارك الحمد لله. هذا المقهى الواقع في طريق الشوك والقريب جدا من التمركزات العسكرية يبدو الوضع فيه عاديا، حتى أن الموجودين فيه يتابعون مباراة كرة قدم، ولكن الوضع قبل أيام لم يكن كذلك. طبعا يوم الحرب هو كانت الأمور طبيعية زي العادة، فتحنا وبالتالي صارت تحركات هيك غير طبيعية، وجونا جماعة ووقدونا وقالوا لنا ضروري تخلوا، سكرنا وطلعنا وضد الحرب، وبعدين رجعنا بعدها بأيامات. الحمد لله الناس في إقبال، الناس ولت والحركة ولت طبيعية، الشرطة والمرور كلهم يخدموا الحمد لله رب العالمين. قوة فض النزاع المشكلة من أجهزة أمنية وعسكرية طرابلسية تقول أنها لم تسجل أي خرق من الطرفين خلال الساعات 24 الماضية، وأن طرفي القتال قدما ضمانات لعدم خرق الهدنة. منير الأشهب، طرابلس العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.